ونعود من جديد. الحين بنبدأ مرة ثانية نكمل المشوار. بدينا أساسيات المدينة في الحلقة اللي قبلها، سوينا الخدمات العامة اللي هي سوينا مدرسة، سوينا عيادة، سوينا مكب نفايات، سوينا عيادة حقهم، سوينا وايد أمور. طبعا الحين بنبدأ ندخل في مشاكل، نبدأ ندخل في طلبات الناس. طبعا بعد شوية الحين الهدف نحن نبغى نتوسع، نسويها إلى مدينة شوية ضخمة، نحولها إلى عماير. العماير تحتاج شوية خدمات من عندنا. الحين نحن وصلنا 750 أغريكلتشر نيو إندستري إلى غيره إلى غيره إلى غيره. بنبدأ نحط ديستركس. الديستركس يعني الحلو حق المصانع، زين مثلا هذا تسويه ديستركت منطقة وتعطيه شيء مثل أويل، بيبدأ ينتج في خط أويل يتخصص في الشيء هذا. هذا حد إذا ناقص منك شيء. بس المدينة صغيرة، أنا ما أتصور حاليا بنحتاج ديستركت. كنا بنسوي ديستركت بس مش بالضرورة الحين نحتاجه. الحين إحنا بنوصل للي بعده، اللي بعده تقريبا وصلنا له خلاص أصلا من الحلقة الماضية. بنبدأ نحط حدائق ونبدأ نحط خدمات زيادة ونوسع المدينة خارج النطاق اللي معهود حاليا، ونبى نطلع مدينة ثانية. أفكر أحط مدينة هني إذا استوى وقت عندنا، ولا إذا زاد الوقت نحط مدينة صناعية هني. بس حاليا أبغى أوسع المدينة السكنية بحيث أن البحر هذا نستغله استغلال كامل. خلنا نبدأ نحط شوارع. شكرا جزيلا. إحنا لازم نبدأ نحط حساب للحدائق. الحدائق تلعب دور جميل في تطور المدينة، يعني تحول المنطقة هاي من منطقة عادية لمنطقة الناس تستمتع فيها. طبعا الكثير من شيء كالقليل منه، فإذا تحطي شيء وايد مو منه فايدة. بنحطي تحت في الجزء اللي تحت هالحديقة إن شاء الله تغطي هاي الأكثر. نبدأ نحط الشوارع. نفتح لنا شوارع شوي نحن، ما عندنا زحمة الحين سكانية. مثل ما قلت لكم قبل عند 10-20 بلوك بنسويها، بنسكرها على نتكلم عن نفس الوزن. زيادة كان الغلط شوي لكن مش مشكلة، ما بنحتاج لا شوارع مستمدة حاليا ولا غير. بحاول اسويهم عشرات حق الدكاترة شوي المتخصصين، وبنسوي هني شوية امور. وخلنا نشوف لحظة الحديقة وين ممكن تقعد. حديقتنا يبالها مكان كبير يعني. ايوه هاي الحديقة حلوة، حديقة صغيرونة ما تاخذ مساحة كبيرة. طبعا ما نخاف من المساحة اللي على اليسار، اصلا راح نتوسع بعدين. طبعا قبل لا ابدا تمدد ما بغلط الغلطة القديمة، بمد ماي عن طريق الشوارع. جيت عندنا خدمات نحن، خلنا نذكر احنا جيت عندك خدمات راح يحتاجون ليفل 2 يونيك بيلدينجز وغيره، باركس بلازا، ممكن نحضر تدخين، ممكن نحضر الحيوانات الاليفة، ممكن نسوي وايد شغلات. طبعا في شوارع جديدة ممكن نسوي قار ولا غيره، في انفاق وغيره وإلى آخره، وجسور ومباني جديدة. عندنا ثانوية عامة، بسوي ثانوية عامة، نزيد مستوى التعليم. مستوى التعليم خلنا نسرع اللعبة شوي. مستوى التعليم يسوي فرق في المنطقة بشكل جميل. أول شيء أدري ما أقدر أبني، لكن أنا ما أذكر ثانوية عامة كانت تأخذ هالمساحة الصراحة، كرها مساحة أقل. بنسوي لها هني يوم بنبتد مربع بروح الثانوية العامة، بعدين بنحطيها هني. لهالسبب أنا بحط دكاترين، وأبى أحط البلوك الباقي كله. ما عندنا نقص دكاترين، نحن عندنا نقص ناس. بخلي مكان حق المدرسة هني ما بحط شيء. عندنا محتاجين شوي مصانع، مصانع ما يضر، مصانع نوفر وظائف للناس. نبى الناس تي، ناقصنا ناس وناقصنا وظائف. كيف؟ خبروني بس، خبروني، اشرحوا لي كيف انقصنا. طبعا مكانها شوي معوق، لازم احصل لي حله. عندكم ماي صح؟ عندكم ماي؟ عندكم كهرب؟ في عندنا نقص في الماي؟ ما عندنا. بس احتياطا شكلي بحط تنكي حق الماي. يمكن محتاج يسوي نويز. اذا يسوي نويز راح اتجنبه. انا بالناس يكونون كان ممكن نخلي الأرض نرفعها وننزلها، يعني كان ممكن أعدل هذا ونسوي خط سيدة بدل هالمعاناة اللي عايشينها حاليا.
بس مع غلطة الشاطر بألف يقولون مع كثر ما لعبت اللعبة على كثر ما هذا نفس الشيء يعني. أوه يا حشرة سيارات أنا شفت شو خاطف منها ستيشن كامري ما أعرف نظام أي راعي دورية دور 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 عليهم خالفهم أنا حصل فلوس فيه. أوه سبورت ما حد عنده طول شو هذا ها بطلان ما شو لمبرقيني هذا شوف الباركن بس بارك اس يو في سبورتس كار اونر واحد اسمه سيدريك سيدريك عندك لمبرقيني يا ظالم المهم قاعد يطورون الجماعه ويمنون بي ها هذا البيت البيت العجيب البيت العجيب البيت العجيب الحين ابو امد شارع على الصوب الثاني مسوي مدينه صناعيه بروحه بس ما احس السكان بيكفون احس انه بتعوز في عدد السكان خلنا نشوف كم بيكلفنا نمد شارع يا الله 10,000 بيفقرني هذا ببني مركز شرطة بعد ببني خلنا بني ثانوية العامة التعليم مهم اللعبة التعليم مهم لا تنسوا التعليم يلعب دور كبير في الكوميونيتي متشكل الناس اكثر التعليم من البداية بحط لهم تعليم اخاف حط لي تعليم وانسي شغلات ثانية بعد توريات ما يوصلوا يوصلون اخر شيء يوصلون لا باس زين اخي اوكي عرفنا شو سويت فببني منطقة حلوة شكلي بمدها مدة حلوة ببني فيها بيوت وبعدين اللي راح يستوي خلينا نسمي العشرون اوكي والحلو في اللعبه يسوي حسب روحه ياخذون الخدمه هذا السيده مكلف هذا كله ترى انا جالس حتى خساره يعني بس للحين ما اخذنا سلفيات هذا الناحيه الايجابيه فنبدا يعني نعاني بعد السلفيات اذا اخذنا سلفيات نبدا نعاني نوفر المعاناة لعمارنا طبعا اذا امتديت هني سكان الحين شو راح يستوي راح احتاج شو راح احتاج شرطة جديدة راح احتاج وايد امور بحاول اللي نسويه نوفر بعض الامور قبل البوس في ناس طالعة من بيوتها ليش زعلان وطلعت ها لأن التعليم منخفض زين أنا عندي ثانوية عامة حق أركم ثانوية عامة التعليم ما يفيد التعليم ما يفيد التعليم ما يكفي ما في عندهم ناس متعلمين كفاية وأنا يا أتعلم بالدرزن انه يقول للناس اللي صالحه للدراسه 447 اوكي وانا اروم اشيل 1000 طالب والمدرسه الثانويه هاي واصله كل مكان وهاي مو هاي واصله الحين تقريبا تعتبر الثانويه موجوده في كل مكان كل الطلاب كلهم المفروض هاي بروح الثانويه كم تشيل هذا النظر بحاول بنوسع المدينة الصناعية لهالصوب وبعدين بنطلع الصوب الثاني بنمد الشارع للشارع بنفتح الهايوي من هني خلي الناس يجون اسرع وبنبني عب بعدين هني فاليوم شو بنسوي بنحط الشرطة هني طبعا الشرطة ما راح يكفون لهناك وفلوسي ما راح تكفي عطنا فلوس شكرا فلازم تكون آمنة إذا
مش آمنة يزعلون، إذا آمنة المجرمين يزعلون. مش آمنة يرضاهم وين؟ خلنا من هني بيوت، نحتاج دكاكين، نحتاج بيوت، نحتاج دكاكين، بيوت بيوت بيوت، تقريبا ثلثين بيوت ثلث دكاكين. هذا اللي حاول أسويه، هذا المحاولة اللي أنا أسويه تقريبا تنجح معي معظم الوقت، يعني كنسبة وايد حلوة، النسبة ممتازة. حد بنسوي توسعة هني، وبنسوي توسعة الطرف الثاني، ومنها يبدأ دخلنا زين، نقدر نتوسع للطرف الثاني من المدينة، بس لازم يكون مدينة آمنة ومتعلمين وما عندهم زبالة زايدة. أهم شيء زبالة قاعد تغطي. أوكي بيتشكون بعد، صبر أنا عارف بيتشكون، أرضاء الناس غاية لا تدرك. انزين يبغى لنا حديقة نغطي فيها المنطقة، والله الحديقة هاي ضخمة هاي، ول بغيت افتك من حديقة اعود طلعت لي حديقة اكبر. بنحط حديقة هني، بنحط حديقة، ما عندي فلوس، عندي فلوس ليش زعلاني؟ تعالوا هون نزيد الحدائق، ما علينا نكلف على اعمارنا، ترى يفرق كم تحطي تكلفة ترتفع بشكل جميل. يعني ناقص لنا مناطق صناعية، نبغى شوية من الشوارع، شوارع صناعية راح تكون المدينة الأصلية القديمة، بشكل المدينة اللي بمدها الجديدة هي اللي راح تكون الضخمة. يعني زاد بلوك ما عندي مشكلة، المصانع هاي ما تضبط معي. خلينا نشوف شو استوى عندنا، سفينة وباص ومواصلات، يعني مواصلات هاي شوي راح تعوزنا بس راح توفر علينا. عندي ريسايكلينج وغيره، بس اذا ما عندي مصنع انا اسوي له ريسايكلينج، شو الفايدة من ريسايكلينج؟ تعالوا يا مصانع، انتم مطلوبين للغاية اليوم، طلب جامد مطلوب. طلب جامد عليكم، هو يعطونا فلوس فيوفر علينا شوي تعب. الفلوس انا هاي ما راح استغلها هناك، راح استغلها حق المنطقة اللي هنا. هاي مقبرة، المقبرة لازم نحطها، انت تبون المقبرة لان الناس ما حصلوا مكان يروحون فيه، بيتمون في البيت يخيسون، اذا خاسوا في البيت يا ويلكم ويلكم، بيتمون الناس يطلعون ويهاجرون لانه ما عندهم مكان، مثل ما تقولون مدفن ولا مقبره ولا غيره. طبعا الاساسيات الثانيه الحين او مقبره عادي ترى ما تسوي زعجه، بس افضل حقها بعيد شوي عن المدينة، مدخل ومخرج ومد الشارع هذا مش عاجبني، ومد هني الشارع هني، نخلق منافذ، منافذ وايد مهم. الشارع راح يستوي زحمة في يوم من الأيام، ما راح يمرون فيه مثل العالم والناس. نعم ليش عندي نقص كهرباء؟ عندي مصنع وش كبره، نسيت امد لكم ماي، يعني ما تسامحوني خمس دقايق الفلوس راحت. يشتكون اول شيء على طول ما يشتغلون، ما يقولون بلا صبر من غير ماي تيار طيب، كان شوي يعني مش ولا بد يعني، بس اوكي يعني ترى شوي فلوسه بحطي مواصلات عامه،
فيرست توب وانيهم شوية تغيرت استوت احلى احسه ولا مغيرين جرافكس الحين عندنا باثوي اوكي ما نبغى ترى احنا بمواصلات الحين نبغى محطة باصات محطة الباصات وايد مهمة كلها بيوج بنيت لكم ما يكفيكم اوكي ارتحتم ليش ذا مو بابني انا غصب عني يعني غصب مثلا لا سمح الله كم محتاج؟ محتاج 10,000 في شغلات جديدة اظن في اللعبة الحين انا بعرفها بس شوفها وياك الحين بدينا التوسعة الحين بنبدأ نحط الأشياء الفعلية بنبدأ نحط المواصلات العامة بنبدأ نحط الفوار بنبدأ نحط المباني بنبدأ نجيب شوي سياحة للمكان وشوي عمالة بس شوي بنحتاج سكان وايدين المفروض هذا يكفي يعني عم هني صفية الكهرباء تزيد في الليل أيوة زيد ارفع حركاتك كل حد يشغل ليت حتى هم مراقدين ما يبندون ليت يحبون صرف الكهرباء شو قاعد يسوي ليش زحمة اللي يروح يرقدوا بواتر دوم ناموا قال عنكم سؤال في الصياعة آخر الليل لكم محطة باصات في الليل تقومون الصبح تحصلون عندكم باص شغال لخدمتكم بنحطيه في المنطقة الصناعية الصناعية يتحملون شوي حشرة مو مشكلة محطة الباصات إذا حطيتها لازم نحطيه فيها بس لاين لازم نسوي لين هذا لابد منه طبعا بحط لين بحيث انه يغطي معظم المدينة هاي الباص وين يروح ويوقف ابا يلف لفه هني هني ويرجع هني عندنا الخصم الثاني بالمدينه والناس تركب هني الباص اسميني عورت راسه وبلفه ثانيه من نفس المكان وبلفه حق الصناعيه موصوله في اللفه يعني بحيث ان يهني اذا بغى يروح يوقف عن نفس الباص اللي يروح المدينة بس هني يكون باصات غير هناك باصات غير يسوي فرق اتوقع ان شاء الله يسوي فرق يعني انت قاعد تتطور انت شو مستوى المطار والله جميل المطار في المدينة وصل الشارع العام الثاني في المدينة حسب الناس التي الحين بنبدأ رحلة المعاناة بنوصل الشارع هني اللي هو راح في نفس الوقت راح اسوي هني ما عندي فلوس طبعا ما عندي فلوس سويتها بطريقة الناس تطلع ما تدخل يا حبيبي زين كم يبالي 10,000 ما عندي 10,000 الحين وفضيحتها اذا بوصله هني هذا يكون موصل في الشارع العام الثاني دايركت اتصور بيخدم الزحمة شوي يعني اظني يمكن احتمال كبير يمكن ما يخدم الزحمة حتى يعني اتمنى انه يخدم الزحمة في بيته هنا بينها
حصل تعوي. ترى مدفوع يعني، اذا بتهدم شيء محسوب عليك. لحظه راح تعال، ما نبغى اكثر كثر تصيحون بعدين مريضين تتمرضون عليه، تاخذ اجازات مرضيه وما تدومون. وي بدينا محطه الباصات ووصلنا الشارع العام الثاني وحطينا الاساس حق المدينه ان شاء الله الجديده راح تكون. وطبعا ها وهذا حلينا مشكله الماء الزائد او الماء الناقص. زين، وفي الحلقه القادمه ان شاء الله بنكمل لكم.